أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إجهر. طبعا حلقتنا اليوم راح تكون مع أخونا طوني، وحوار حول تجربته من المسيحية إلى الإلحاد. طبعا بهالحلقة هي راح يشرح لنا كل مآسي أخونا طوني. على كل حال خلونا بالبداية نرحب يا أخونا طوني. أهلا وسهلا فيك طوني. أنا حبيبي جون، مساء الخير ومساء الخير لكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك طوني، وارحب بكل الاصدقاء. بس اعرج، خلينا نعرج على اليوتيوب مول ارام. اهلا وسهلا فيك. طبعا ابو الحكم راح يكون معنا قريبا، واتمنى ما يتاخر علينا. ومستر بلاك، اتمنى من كل الاصدقاء اللي عنده اي اسئله يطرحها على الشات، وراح نكون معه ونتفاعل معه. وراح نبدا مع اخونا طوني وتجربته حول الإلحاد. طوني، أنت يا ريت تحكي لنا شوي عن بطاقة مختصرة هيك، عن تعرف الناس مين هو طوني. أنا اسمي طوني بخير، ساكن بلبنان، عمري 40 سنة، تقريبا من 19 سنة الحد تماما بدون أي بقى مراجعات او بدون اي بركي انا غلطان برجع براجع بقى. كل شيء براجع فيه بلاقي حالي انه لا، انه انا اللي انا فيه هلا انه هذا الصح، مرتاح هيك. هذا الصراع الفكري والصراع هذا بين انه انا ايه، انا يعني فيه، يعني في اله ما في اله، انا طلعت منه صرت كثير مرتاح. حتى مع الأشخاص، حتى مع المجتمع، بعمل الشخص كشخص بغض النظر هو شو، لا شو طائفته شو دينه، يعني بترتاح، يعني بيكون في هم ترتاح هيك عايش بالحياة. يعني هذه الفترة أنت اللي عايشها بتعيشها أنت مثل ما بدك. هذه كلمة مثل ما بدك بيخدوها لكتير أمور، بس مثل ما بدك بي 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 يعني بالمجتمع اللي عايش فيه كمان، ما تتخطى امور شاذة، ما كذا، بعيش انه كثير طبيعي. واجهت كثير امور بحياتي، هلا بنحكي عنها هيك شوي هيك بالتفاصيل. وحتى هلا كثير كمان اكيد طوني، انا اشكرك حبيبي. طوني، خلينا نبدا من البدايه، من طفولتك. شو خلفيتك انت؟ مثل ما بعرف خلفيتك مسيحيه. كيف تربيت في هالدين هذا؟ كيف أهلك كانوا يعاملوك؟ من الكنيسة للمدرسة للشارع، شو الأجواء اللي كانت يعني حتى تأثرت في نفسك كطفل وبعدين ترعرعت فيه كإيمان؟ تفضل. رح أعطيك لمحة قصيرة. أنا مواليد 77، الحرب اللبنانية بلشت بال 75. الجيل هو الجيل اللي طلع بالحرب. بأثناء الحرب كان مقسومة لبنان بين شرقية وغربية، الإسلام عايشين لحال، المسيحيين عايشين لحال. كنت بجانب المسيحي. وقت ما انتهت الحرب بسنة 90، يعني 13 سنة صار عمري أنا ما بعرف، مش شايف شخص مسلم بحياتي. يعني هذه الفترة اللي كانت بين شرقية وغربية ما بعرف شيء إلا بس هيين. هذا المحيط اللي نحن عايشين فيه، هذا المحيط. أنا تربيت بأسرة مسيحية، أنا وحيد. كان الصدام من بداية ما بلشت أوعى كان أكثر شيء مع الوالدة، لأن والدي كانت متدينة جدا، بتصلي كثير. وأنا كنت بفترة مش واعي، يعني 6 7 سنين 8 سنين 9 سنين مدرسة، يوم نروح على المدرسة بسبب الحرب، جمعة ما نروح. ف يعني كان هذا المحيط المسيحي أنت عايش فيه على طول. كان الصدام يعني لوقت ما تقريبا ب 12 سنة 13 سنة بنهاية الحرب يروح يشوف الشارع أو يروح هذا. فهون بلش المشكلة الكبيرة بهذا العمر تبع 13 سنة، اللي أنا على المجتمع مسيح مسيح مسيح، هذا الكل نقطة صغير، يعني بوس هيدا وصلي لهيدا طيب. إنه 13 سنة حتى صار في
مختلط بين العالم، لقيت لا انه في عالم ثاني اسمه الاسلام هذول. ما هو على فكره هذه التربيه ربنا اياها خلوك تفكر انه المسلم هو مش شخص انسان، يعني بتحسه انه صوروا لك اياه انه هذا بياكل عالم، ونفس الصوره صوروها انه المسيحي بياكل عالم. فهذه الصوره لما صار في كونتاكت من بعد الحرب وخلصت الحرب، لما صار في كونتاكت بيني وبين الشباب الاسلام صاروا يجوا، صرت اعرف. انا قلت يا اخي ما انا ما يعني مش مقتنع كثير بالمسيحيه يا اخي، خلينا نشوف هول الاسلام شو بيعملوا شو بيفكروا شو كذا. سنه 2-3 فت فيهم، كنت اقرا كثير. انا بشتغل بمجال الطباعه، يعني كتب وما كتب او كلهم انا بشتغل فيهم. فمن خلال هذه الشغله كمان يمر علي كتب كثير اوقات، يعني كنت اخذ كتب اقراها. فهذا الصدام اللي صار بيني وبين شباب اصحابي اللي هن كانوا اول طلعتنا، يعني هذا بيفتخر بدينه وانا بدي افتخر بديني. فكان في عندنا جارنا توفى، هو اللي يعني هو اللي حط لي اجري، قال لي اقرا، يعني ما تفهم يعني ما تفهم الظاهر، فوت على المضمون. قلت له انا شو المضمون؟ يعني شو؟ قال لي بدك تقرا. وقتها كان هو يعني هو اللي فتح لي عيني، او هو اللي فتح لي ذهني اقرا. صار هو يساعدني، انا شو بدي اجيب كتب، يعني شو هن المواضيع اللي انا بدي اجيبها. لما بلشت اقرا صار في شك، وان صرت شك، يعني مع يعني في اله ما في اله، في مسيح ما في مسيح، في كذا. هذا الصدام صار بالبيت، يعني مع الوالده. الوالده اخذت على خاطرها انه انا كيف عم بسال اسئله يعني ما لازم اسالها، يعني انت ليش بدك تسال هيك؟ انت ليش بدك تسال انه طيب كيف الله صار مسيح؟ يعني انا عم بسال انت كيف هذا هيك؟ طب انه كيف مريم خلت في كل شيء؟ اسئله بسيطه، يعني اسئله من هول عشان ما تفوت ممنوع، يعني حتى السؤال هذا السؤال البسيط ممنوع. انا كنت شوي عنيد، يعني اعمل مشكل بس مع امي، هلا مع غير عالم ما كنت استرجل بعدني هيك. انا مشكل بالبيت، الوالد ساعدني بشغله انه يعيش حياتك، شو بدك انت بالقصه؟ خلص شو بدك انت؟ طيب روح، بدك تسهر روح، بدك تشتغل روح، بدك تظهر عيش حياتك، شو بدك بالامور؟ قل له لا بدي اعرف، لازم اعرف. تبلشت اقرا مضبوط، ما خليت شيء جون ما قريته، ما خليت شيء، لدرجه انه انا بدي اقرا حتى ثبت لحالي ما بدي شيء، اطلع انه انا على حق. يعني كل ما اقرا اطلع انه انا على حق، يعني ارجع اجيب الانجيل بلش اقرا فيه اقرا فيه اقرا فيه، حتى يا اخي كان هذا الشيطان او هذا الابليس عم بيلعب لي بعقلاتي. وصل لمحل اقتنع انه يا اخي عم بقرا قصه، يعني من اي قصه، يعني بغض النظر عن خلفيتك شو هي، خلفيتك الدينيه مثلا، هذا اللي عم تقرا قصه، انت قصه كثير يعني كثير باخه، مش انه في لها معنى. هذا الشيء اللي هو خلاني كثير لغايه ما قريت التطور، علم التطور وما التطور. قبل ما نوصل للتطور طوني، يا ريت تذكرنا ابرز الخرافات، خلينا نقول، او ابرز الاشياء اللي غير منطقيه اللي كنت تقراها في المسيحيه بالذات، حتى تقول لك يعني يا اخي شغل اولاد صغار هذا شو عم تخطط. العماده، يعني مثلا كنا نروح نحضر عماده، طب انه مثلا احنا كنا روم ارثوذكس، بغطسوا بالمي بيطلع الطفل عم يعمل هيك عم يشرق، يعني رح يموت. اول مره وثاني مره وثالث مره
لك يا عمي لعب يعمل هذا 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 شو هذا رح يطلع الصابت اللي استوى مين كيف ولو روح القدس اللي الخوري يعني الله عطيه يعني عطيه شو بيسموه السر الإلهي السر الإلهي يعني هو بحلل هو بحرم هو يعني قال بزوجك طب ما أنا هلا رحت عند الخوري يعني كنت أنا على طول هاول أسئلة صغيرة بس لأمي طب هلا طب إنه راح هيدا هو ومرته هذا الخوري شو عمل نص ساعة شو صار هلا تقعد أمي تخبط على راسها الخلاف بس شجرة الميلاد أو هيدا هي تحطها أنا شيلها فهمت علي كيف؟ أبسط الأمور يعني إنه بتحس إنه هذا رجل الدين عم يضحك عليك وعندما أنا خبرتك بحلقة سابقة هلا ما في أذكر اسمه يعني بس إنه كان في شخص رجل دين كتير قريب لنا يعني إنه طب هذا الزلمة كان يشتري بيوت يشتري أراضي قال له انا طب يا خال هاول انت اللي هاول شو بدك فيهم هاول انت ليه عم تشتريهم؟ قال لي شو كان يقول لي ما بتعرف الزمن خي ما انت حياتك مش هون انت ملكوتك فوق عنده انت هاول شو؟ يقول لي انت ليه انت بتحشر حالك بكل شيء؟ طب زلمه نصاب انا عم شوفه نصاب عم بينصب بس باسم يعني باسم هيدا الثوب اللي لابسه وسر الالهي تبعه الله عطيه سر الهي قال مش عم بفهم كيف عطيه ترك العالم يعني ما بعرف خرافة أشياء بسيطة بتوصلك لأمور أعمق من هيك بعد بكتير أعمق يعني العقيدة بحد ذاتها مبنية على 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 أشياء على خرافات توني شلون كيف على المسيحي كيف بي ممكن يؤمن يعني واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد يعني أنا هي شو الفكرة وراء هالإيمان هذا إنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد واحد زائد واحد زائد واحد بيعملوا ثلاثة هذه جون فيك تعملها حزورة تنشرها بالعالم كله واللي بحلها خي إله خي مليون دولار يعني اللي بحلها فهمت علي كيف وأنا واثق إنه أنت راح تضرب حالك أنت ما راح تدفع لحدا مليون دولار يعني مستحيل حدا يحلها إنه الأب والابن يعني إذا في أب يعني هو كيف راح يعني صار ابن فات بمريم يعني ما بدي فهم القصة يعني ما بتتفهم خي معي ما في إلا تفسير يعني ما في إلا فهمت علي كيف ما معروفة بحد سو مثل المسلمين يعني لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألكم يعني نفس التخبيص ما في يعني أنا إذا بدي أقول لك إياها ما راح يعني ما في ما في إلا حل أب وابن والروح القدس هني واحد ما بعرف كيف طلعت معه كيف زبطت معه شو كانوا شربانين بهذاك المجمع اللي عملوه خيي ما بعرف طلعت معه هيك برأيك هلا أنت مثلا أنت عايش بين عائلة مؤمنة ولحد هلا أنت أصدقائك أكيد في عندك أصدقاء كتير مؤمنين وأنت في عائلة مؤمنة برأيك كيف هالناس هي مصدقة هالحكي هذا إنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد يعني أينشتاين ما طلع معه هيك لا ما من انت وصغير بيعبوا لك براسك هذه الفكره اللي 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 كل العالم بتقولها انه انت عقلك ما بيستوعب هذه الفكره في انا كنت اسمعه وابشع شيء كنت علق عليه انه طيب يا اخي فهموني لا بجيب لك مثل هذا اللي قاعد على بده يعبي البحر بالسطل وفهمت علي كيف يعني هذا المثل اللي بيقولوه كل مسيحي بين بعضهم يعني الديس راح على عم بيعبي بحر بالسطل يعني هذه قالوا اجى واحد ساله انه معقول انت بدك تعبي هذا البحر كله بالسطل يعني انه انت قال له لا انت يعني المهم انه يعني اذا ما بيتعبى هذا هون فانت كيف بدك تفهم الاب والابن والروح القدس يعني مثل واحد عم بيعزك يعني شيء هيك نسيهم لانه انا صغير انا وصلت لمرحله جون يعني انا رفيقتي اللي بحكي معه مؤمن منيح وصلت انا بشغله انه اي شخص مؤمن مش مؤمن مش عم يأذيني يعني انا ما بقى يعني ما بقى افتح
خلاص انا طلعت انا ربحت. هذا كان هم الوحيد. يعني اي شخص ملحد كانت صعوبته الاولى انه يتخلص من هاو كلهم. هلا بعدين هو مثلا بيستنفر على المجتمع او بصير في عنده ردة فعل، بصير بده يخانق او بده كذا، هذا موضوع ثاني. بس اهم شيء انه انت ارتحت، انت ما بقى تفكر، يعني ما بقى تفكر بهيدا اللي انت وصغير حشو لك اياه او 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 حطوا لك اياه براسك. هيدا اهم شيء. هلا بعدين بتتخانق انت او بصير في حوار بينك وبين شخص، او بصير في انه انت بدك تقنع يا اخي انت غلط انت يعني انا في شغله مثلا شخص بالاسلام بروح بفجر حاله، هذه يمكن نتيجه هو انه قري او في شيوخه عبوله براسه او 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 اجى بوقت من الاوقات اخذ قرار وراح ينتحر. منيح؟ اه. طب هذا الراهب اللي عم بيقعد 30 40 سنه باربع حيطان صغار، هذا 30 40 سنه ولا يوم فكر انا شو عم بعمل؟ هذا اضرب من داعش. يعني داعش فكر راح خلصنا، هذاك 30 سنه هيك يعني 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 ما بعرف ولو. طب ما اخي ما فكرت انا شو عم بعمل، انا لمين عم بعمل، طب انا شو ما فكر. يعني تصور واحد 30 سنه هيك، برمجة طوني، هي برمجة. إنسان بتبرمج مثل ما قلت بطفولته يعني حتى يصل للمرحلة هاي. طب خلينا نروح، أنت شفت هالخرافات، شفت هاي، رحت على نظرية التطور، رحت بالعلم، حكينا عن تجربتك في العلم وفي نظرية التطور وهالمسائل هاي. تفضل. شو تسمعني؟ أنا عم بسمعك، ما بعرف إذا عم تسمعني أنت. أنا مش عم بسمعك. أظن في صار مشكلة. عم تسمعني هلا؟ تمام. مش عم بسمعك أنا أبدا. طيب يا ريت تطلع وترجع تدخل، طلع لبرا ورجع تدخل. طيب أصدقائي أنا أشجعكم يعني على طرح الأسئلة، ونتمنى نستفيد من تجربة أخونا طوني. وما بعرف انا اذا كان في عندي المشكله من عندي ولا من عنده، اظن المشكله من عنده، فاذا في شيء من عندي يا ريت تنبهوا لي اصدقائي. طوني عم تسمعني هلا؟ ايه بعتذر، سوري ما اعرف شو صار. ولا يهمك، هو بكون بمرات الانترنت شوي يخزلنا مثل ما بقول، بكون فيه دبه كبيره روح الحماس الاسلاميه. طوني خلينا نروح على التجربة العلمية اللي انت دخلت، يعني انت شفت الخرافات بعدين اتجهت اتجاه علمي، يا ريت تحكي لنا شيء عن التجربة العلمية. انا يمكن اول شيء قريته، طب انه انا بحكم مهنتي بالطباعة كنت اشتغل بالليل، انا 12 ساعة يعني من 7 بالليل ل 7 الصبح، بحكم شغله كان يمر علي كثير كتب قصص وهيك. ففي يوم كان في كتاب اسمه شيء عن النوم، يعني اسرار النوم، كاتب كاتبه، فقال عم بقرا انا انه شو هذا، واحد كاتب عن النوم يعني شو هذا. قلت انا عم بقرا كثير امور عن النوم بتخص، انا هون كانت يعني هون كانت شوي لقيت انه النوم في احلام وفي رؤية وفي واحد بيتهيأ له، واحد ليش الواحد بيشوف شخص هو منين كيف بيشوفه، شو الصورة بيكون كل اثناء ايام الحرب. عم تسمع عجوبة كل يوم، ولا وحدة منه انا حتى لا ولا مرة شايف شيء. تسمع واحد ظهر له العذراء، وحدة ظهرت له المسيح، واحد ظهر كذا، واحد شاف كذا، كيف شافه يا عمي؟ كنت انا ارجع يعني لما قريت هذا الكتاب قلت يا عمي هدول عم بيتهيأ لهم، يعني هذا الزلمه حكي شيء كثير علمي يعني اختصاص وما بعرف شو.
يعني طب هذا الظهور هذا مش ضروري يكون ظهور، مهم يعني واحد بعدين هذا شاف المسيح، شاف حسب الصورة اللي هو شايفها، الصورة اللي هو شايفها هذه مش صورة المسيح، بترجع بقى انه هذا شخص هو رسمها، فترجع انت طب بتيجي بتحكيهم هيك. لما هون انا هون انه صرت شوي يعني واعي وصار فيه اقعد وناقش ناقش هيك، لما كل ما بيشوفوك انت بدرجه شوي انه بتفهم هن بيعلوا الدوز اكثر. يعني اذا شافوا انسان شوي بتاخذ على الكلمه بسيط بفكره او بكذا بقول له ظهور المسيح وانت ما معرف شو وانت لازم تصدق، لما بيشوفوه انه عم بيحكي شوي علمي بصيروا يفوتوا معه شوي انه مش ضروري يكون شاف المسيح هو المسيح، يتهيأ له على صورة نور وعلى الضوء. اذا بتكون انت مثقف اكثر فبصير المسيح انه هو وجداني، هو اللي نبع من قلبك، هو كل ما بتوصل كل ما هن عندهم اجوبة لا لاخر شيء انه بتوصل معهم، يعني انه ما بيستوعب الفكرة كيف يعني. طيب انت مستوعبها يا خيي؟ ما في يفسر لك اياها. ليش ما فيك تفسر لي؟ لانه انت ما راح يعني انت ما عندك هيدي الخلفية انك انت تآمن. يعني هني بدهم عشان بيقولوا لك الدين هو بحر واسع، بحر واسع جدا. انا الدين عندي هي كلمة واحدة، صواب كلمة واحدة، ايمان. يعني انه اكثر من اكثر من الخرافات، واحد طار والثاني مشي على البحر وواحد مدري لوين طلع ومدري وادق بطن الحوض والثاني عمر لي باخره، يعني هاو الخرافات كلهم بفوتوا معك. انت امن بس انه انت امن خلص، يعني لدرجه انه يعني يقولوا انه صار في اعجوبه بمطرح فلان هذا الجروب ونطلع منه مشوار حلو، منه جو جبل، منه كذا، بطلع بتشوف بتلاقي خيي بس في عالم بتلاقي في مشعلوا بخور وصلوات وهالامور كذا. وين العجيبه؟ وين الشخص اللي صار فيه العجيبه؟ خلص راح على البيت. طب ايه شو صار له؟ كان مريض وشفى. يعني شو يعني شو السبب مرضه؟ مريض هذا مرض خطير، هذا ما حدا، هذا راح عمل كل الفحوصات وكذا ما حدا ما فرجوه، ده ما جيبوا له الزلمه ولو يبيع العالم كله وخاض بقى على باع فوق بخور شو وباع قطن وباع ما بعرف مين زيت ومي والعالم بتروح للاسف العالم بتروح وبيناموا فوق شوف لوين وهذا كتير خطر يعني كتير كتير خطر لدرجة إنه المجتمع اللي أنت فيه هي يعني رجال الدين معروفين شو عم يعملوا، يعني لا مدارس ببلاش، هذول إذا هن رجال دين لا مستشفيات فيه، لا مدارس فيه، لا طب هالمصاري كلها وين بتروح؟ وين الفقرة يا اخي؟ ما هو بعضهم فقرة، ما الزلمة ما فات على المدرسة، ما مع اولاد يفوتهم، وكنيسة ومدرسة تابعة للكنيسة، ومش حطول اولاده لانه ما دفع القسط او ما دفع شو اسمه، طب انه كيف؟ انتوا عم تكذبوا على انتوا جماعة كذابين، طلع قول لهم هيك بتقوم القيامة، نحن بعدنا عم نحكي بين مجتمع فيك تحكي يمكن برا فيك تحكي، هون ما فيك تحكي. لأنه هون إذا حكيت وقلت عنهم هيك، نظرة الكلمة ابن شارع بصير هو يسوع المسيح، بصير هو عم يدافع عن دين المسيح. يعني مثلا هي تنطبق على كل المؤمنين، يعني مهما كان وقت يعني مهما كان إيمانه ضعيف أو لا يعني ما بيتبع الطقوس الدينية، ولكن يجي في لحظة الإنكار لوجود المعتقد طبعا ينقلب إلى داعشي، يعني كما المسلم ينقلب إلى داعشي نفس الشيء للحالة المسيحية. يعني عند المسيحية في داعش قد ما بدك، في داعش
يعني حتى بالفكر في داعش، لدرجة انه بيطلع عليك بطريقة او كأنه انت جريمة لا تغتفر. تخيل، هو مبدأ بسيط، انت بدك يعني امن، انا مش عم بقدر امن، ماشي مش بايدي، يعني مش عم بتفوت الفكرة براسي. طب انه انا تعاطف معي، مش لازم انه انت تنبذني، ما انا مش عم يا اخي، ما انت عندك هذا الكتاب يلي من خلاله انا فيني عارف هذا الدين، هذا الكتاب انا مش عم صدقه. ما لا، ما انت ما فيك تصدقه، ليش ما فيني صدقه؟ انا انت مش مآمن، بدي انا بدون ما صدقه، فهمت؟ يعني عم تبره. طب ما بدك تآمن تصدقه اخي، طب انا كيف بدي، طب انا كيف بدي آمن قبل ما صدقه؟ ما بدي غراسة، يعني ما بعرف هيك. يعني هو المفروض خلصت الحكاية يعني. توني خلي يعني مثلا انا بس قريت عن بوذا البوذيين، طيب انا من خلال اللي قريت عنهم في امور عجبتني، يعني انا مثلا انا باخذ من انه اشياء انه في امور انه بتعجبك انه الفكره عجبتك، بس مش انه تقتنع فيهم، انه يعني من خلال هذا الكتاب كله عجبتني يمكن جمله او عجبتني طريقه هن بيعملوها، او ضروري انا اقتنع فيهم. طب انا هلا انه بالمسيحيه اوكي يا اخي، ما تكذب ما تسرق ما تمام، بس انا مش مضطر انه انا امن بكل شيء، امور اوكي انا بحبها او عايشها بحياتي، لانه بشوفها انه اذا ما كذبت عليك يعني في استمرارية صداقه بيني وبينك، في 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 اخذ وعطاء، او اذا فهمت علي كيف. طب امور هيدي كمان يعني بغض النظر عن الدين، ما هي بتجي بالفطره مع الانسان. انا منيح معك، ما لازم لا كذب عليك ولا اسرق ولا شيء، هذه شغله يعني بالتربيه المدنيه، هذه انت 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 بتعرفها، ما في داعي ل لله ودين وصليب ومسيح وعذراء وبعرف مين ضم لهيدي كلها، فما بعرف. طيب توني خليني اسالك سؤال اخر، انت اليوم بعد ما صرت ملحد واكتشفت انك كنت مؤمن بالخرافه وانه اهلك يعني بطريق الخرافه وانت اكتشفت الحقيقه، شو كان شعورك بين توني المؤمن وتوني الملحد؟ قبل الالحاد انا طلعت من المسيحيه، يعني فت بالاسلام، ما اجى هون دار الاسلام، انه دين جديد علي وبدي اعرف انا شو هو الاسلام، يعني انه شيء منيح. هلا اسلمت؟ لا بس لا بدي اعرف شو هو الاسلام، انه بركي انا هون يا اخي، انا هون ما لقيت حالي هون، بركي بلاقي حالي هون. الاسلام عموما فيه يعني في عندهم شغله حلوه يلي هي مثلا انت شخص فايت لعندهم جديد، يعني بمعنى انه لما بيعرفوك انت شخص مسيحي مثلا، فايت لعندهم مش لعندهم على البيت، بمجتمعهم بيفرجوك انه يعني بكرروا لك اياها، انه لا ما انتم لا ما انتم اهل الكتاب، انتم احبابنا واصحابنا اهل الكتاب. منيح، شو يعني اهل الكتاب؟ يعني ما انتم عندكم دين وعندكم هذا نازل من السماء، خير ما نزل من السماء، السماء ما انا مذكور عنا، طب مذكور عندكم انا شو ذنبي؟ لا هون بقى بتشوف الاسلام مظبوط، يعني بس تقول له بركي عندكم غلط، هون بتشوف الاسلام مظبوط. فينا قرينا، جبنا القران قرينا وقرينا التفاسير وقرينا الاصحاحات وقرينا 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 وشلنا وحطينا، يعني ما رح اقولها، بس انه يعني هذا اللي عم نشوفه هلا بسوريا، يعني توصل لمحل هيك وفعليا هيك، وخاصه يعني في 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 بعض العالم يعني اخذين الامور جديه. انا بدي اوصل لانه انا موت كرمال هذا الدين، الله بده يعني الله خلق كرمال يقتلك، او يعني هو بده مين يحارب عنك، او بده مين هو يدافع عنه، يعني هيك الله. اذا بتفوت على مفهوم هذا الله بتحس انه يا هو كثير عقله ولد،
يا اما هو زلمه زهقان ومش عارف شو بده يعمل، يعني عم بيعمل مسرحيه بس يتسلى هو وشويه الملايكه اللي حواليه، يا اما شخص مجنون كده. يعني في شيء غلط، بس انا بدي اعرف وين الغلط. انا كنت عم بدور هذا السؤال، انه انا بدي اعرف وين الغلط، انا ولا اللي عم بفهمه غلط؟ غلط، في شيء مش مزبوط. رينا وتنورنا وتروها حتى وصلنا لمحل انه شيل الله عشان بطل في الله. شو في بديل اخي؟ هذا الكون كيف؟ رحنا بقى باتجاه العلم، وكان اول شيء قريته كمان هو موسوعة الفضاء والفضاء. بدي اعرف انا هذا الفضاء والسماء وكذا. بداية، والبداية كان مشوار طويل بالعلم، يعني ما إلي قصة فيه، يعني هذا كان انه اضافة لإلي. كان يعني واحد عمره 22 23 سنة لازم يكون عم بيروح وعم بيسهر وينطنط ويشيل ويحط. انا قاعد روح جيب كتب وقعد ادور على كتب وقعد اقراها، بس بدي ارتاح من هذا ستريس اللي انا فيه. انا وصلت لمحل خلص الحدث، يعني ولا ممكن بقى افكر بشيء اسمه ديني. بس ضليت فتره طويله منعزل بيني وبين حالي، ما كنت اقدر اقوله لكل العالم الا لبعض الاشخاص قراب مني، اصحابي اللي هن اصحابي اللي بعدهم لهلا، وفي اثنين منهم يعني بس ما بيحكوا، ما فيهم يحكوا، ما فيهم يطلعوا هلا ويقولوا انا هيك او انا بفكر هيك. هلا انا اوقات بكون قاعد بمجتمع بيفتحوا سيره الدين بفوت معهم، مش العكس، يا بسكت يا انه خلص معكم حق حسب المجتمع. اصدقائك اللي حواليك والناس اللي حواليك اللي كانوا مؤمنين، هل في عندك علاقه مع ملحدين كانوا مؤمنين مثلا على ارض الواقع؟ ايه ونحن وعندنا اجتماعات كمان نقعد بينا وبين بعض، يعني حتى تقريبا انا اللي بعرفهم كثير 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 قراب من بعض، تقريبا كل شهر المجتمع مره اجتماع. هو مش اجتماع بمعنى اجتماع وحط وراءه، لا، اجتماع ممكن يكون بالبلد ويكون عشاء بس نحن انه كثير قراب لبعض، يعني انه خلص عايشين الحياه مثل ما هي. هو تقريبا يعني هالمجموعه الصغيره كمان كل واحد بيعرف مجموعه ثانيه. يعني بلبنان في عندك تقريبا، مشان ما اكون انا انه الدقيق، او بس في يعني تقريبا هاو اللي انا فيه، يعني من خلال اصحابي واصحاب اصحابي، وهن بيعرفوا ناس وناس بيعرفوا ناس، بس في منهم جون ما بيقدروا، يعني حتى على الفيسبوك، او حتى بيروحوا يعني مثلا بالشعنيني، مثلا احنا عندنا الشعنيني هاو الشمع وكذا، انه بيروح بس من يعني رايح يكزدر او يلا هات روح على الشعنيني، فهمت علي كيف؟ مش انه رايح ايمان ورايح لحتى يصلي ورايح لحتى يختفر. هون بلبنان شوي غير. هلا بسوريا بتلاقي في عالم ملتزمين شوي بالكنيسه، بمصر بتلاقيهم ملتزمين اكثر المسيحيين، بالاردن يمكن شوي كمان، بس هلا برا ما بعرف، انا مش طالع برا. هون بلبنان لا، هون بلبنان على الكنيسه ما بتلاقي الا العالم الكبار شوي بالعمر، كل واحد عم بيعيش حياته، بس هذا اللي عم بيعيش حياته تعا له مثلا ما في مسيح، فهمت علي كيف؟ بيتحول كانه هو قديس او هو شخص كثير مؤمن. وكيخي طب ما انت هلا تارك، طب انت تصلك مصلى، بقول لك ايه بس انا هذا المسيح هو يعني هو اله. أو فكرة أنا أزعج كلمة أنا كانت تزعجني، يعني أول طلعت بيعطوني صلي مشان الله يرضى عليه، كنت أنا إلا للوالدة طب أنا شو عامل له يرضى علي؟ يعني أنا بشو مزعله يرضى علي؟ أوكي بس أول شيء اللي أنا بشو زعلته هو يرضى علي؟ ليه أنا بتصلي له؟ يعني في اشياء كانت بسيطه لوقت ما انه انت تفوت بالاشياء الجديه بالعلم. العلم هو بأثبت كل شيء،
ولا مفر عن العلم. ونحن اصلا كملحدين عم بحكي هلا بدنا في طار، يعني بحس انه انا في لي طار معهم. نعم يعني قصه شخصيه انه انا في لي طار معهم. او جماعه اخي يعني خلوني فتره من عمري انا راحت بس عم دور على شيء واخر شيء بيطلع ما في شيء. يعني فهمت علي كيف؟ يعني مثل واحد حبسك وظلمك وهيك على مشي، انت عارف انه هن كذابين وهن يا اخي. انا يعني انت هلا في عندك انت عده علاقات هلا بينك وبين هو الجماعه، وانا هذا السؤال ستساله كثير. في رجل دين، هل عن جد هو مقتنع بهالفكره انه في يسوع وفي، يعني انا بشك توني بصراحة في أشكال ألوان، يعني في ناس مصدقين بكل معنى الكلمة، ولكن أنا أشك إنه الأغلبية يعني أو 60% تقريبا من المشايخ أو القسيسين أو القوارنة يعرفون الحقيقة. يعني مثلا هلا عند المسلمين ما هو معقول يعني شخص إنسان يكون عادي ويؤمن بأشياء بصراحة غريبة عجيبة، يعني خصوصا لو قارئ شوي، يعني كان بالمسيحية ولا باليهودية ولا بالإسلام. يعني أظن 60% أنا كاعتقاد شخصي 60% على الأقل من رجال الدين يعرفون أنه الدين باطل، ومتابعين يعني مجتمع ما بقدروا بغيروا، إذا بده يغيروا أصلا بقطعوا له راسه. يعني خصوصا بالإسلام، يعني صور شيخ مثلا في مدينة حلب شيخ جامع يطلع يقول للناس والله تاع دينكم خرافة، بيقتلوه على المنبر. يعني فما ما هي مشكلة كبيرة عند الناس. أظن هدول اللي يخدينا سبوه بأنه عايشين وعم نكسب من وراءه، خلاص خلينا عايشين. ليش نحن يعني المسيحيين القرون الوسطى شو عملوا؟ يا محلى داعش، ما هن صاروا يتفننوا بالقتل، ما بدعوا يعني بدعوا بقى. ومش كرمال شيء، يعني طلع ما واحد قال لهم انه ما في الارض بتبرم، قاموا حرقوه، قاموا عزلوه. يعني ما حكي، يعني قال لهم يا خي باراده المسيح الارض بتبرم منيح، قاموا عزلوه وعذبوه. انه يا خي طب شو بدكم عملنا؟ بس نحن ما عندنا يعني كيف ما بدرسوه، يعني ما بدرسوا انه بالقرون الوسطى اجا البابا عمل هيك، واجا البابا قتل هيك، واجا هيداك قتل هيك. ما بدرسون هن. شو بدرسونك؟ يسوع بحبك، حبيبك، وهو معك، يعني طيب انه بحبني ايه؟ طيب انه انا شو بدي اعمل؟ ما بحبني وزي ما حبيته ببعض يرزقك يمكن، او بدك بقى في يعني فوق جهنم من كبريت ونار حتتعذب. يعني هذا الاله اللي بحبك اللي اجى خلص حاله كرمالك، هذا الحنون اللي اتكل عليه، هذا فوق بده بقى يقعد يتفنن فيك بقى فيك. هلا شوي يمكن شوي بتلاقيهم عند المسيحيين رحمه، بس عند الاسلام يا حرام راح يصير فيهم. ف يعني ما بعرف المشكلة طوني عند المسيحيين، يعني هي جهنم ذاتها، ولكن ما وصفوا جهنم. المسلمين وصفوا، يعني وصفوا جهنم للناس. وصفوا مضبوط انه ليك لهالفكرة. طب بدك ترهب العالم يعني بالخوف او بالقوة لازم هن يحبوك؟ يعني اذا ما حبوك هيك بصير فيهم؟ شو الاله العادل انت؟ يعني شو طب شو هالمحبة اللي انت خلقتني؟ يعني انت خلقتني انا لك بتحبني، كتر خيرك. تجي انت بتقرا انه عار، طب انا اذا ما عملت هيك، طب انا مش بايدي، انا ما اقتنعت، بتقوم انت بتعمل فيني العمايل كلها اللي انت بتحبني، شو هالمحبة؟ لا خير، ما بدي اياك تحبني، تركني بحالي وانا بحالي، خلص تركني. بس العالم المجتمع ما بدي هالمحبة كلها مني.
على كل حال طوني انا اشكرك حبيبي، بدنا ندخل هلا بمرحله تعرفك على الملحدين. يعني انت الحدت، ما كنت تعرف حدا، واظن تميت فتره طويله ما تحكي لحدا. كيف تعرفت علينا نحن الملحدين الموجودين على النت؟ ايه كانت صدمه بالنسبه لي، صدمه، وما كنت مصدق. يعني كنت انا ضليت فترة يعني عم انا تقريبا من شيء 3 سنين 4 سنين تبلشت بقصص الانترنت، وخاصة يعني شو اسمه، ف من فيديو لفيديو لفيديو، حتى اول شخص سمعته قال يعني ما بعرف شو اسمه، يوسف لقيته معلم، يعني لقيته عم بيهاجم وعم بيسبسب كذا، بعيد كثير خلف يوسف يعني يمكن اردني. خلف يوسف اردني، الشيخ خلف يعني لا. هذا الشخص انه طب هذا وين عايش؟ كيف عايش؟ هذا وين؟ طب فتره بعد فتره انا ما كثير يعني ملتزم، يعني مش ملتزم انترنت كثير، يعني مفتاح بسيط، بس انه هالفتره هلا صار لي انا انبسطت انه انا خبرتك، قلت لك انه انا كنت مفكر حالي لقيت في عالم سابقين لي كثير بمراحل طويله، وانا يعني انا بشجعكم، يعني مش مشجعكم، يعني انه انا انبسطت. مش هيك كنت عم بسالك قبل شوي انه في عندنا شيء اتحاد، خيي نحن نلتزم له تنكون، خيي في لنا اسم، يعني يكون في لنا راي، حيش بقى كل العالم بتهمشنا بطريقه انه حتى باللقاءات التلفزيونيه، يعني بتحس انه بيجيبوا الملحد بس انه جايبين واحد نضحك عليه. يعني بتلاقي الشخص اللي راح يناقشه راح يضربه، وطبعا الكاميرا مان راح يضربه، الحارس تبع الاذاعه تحت راح يطلع يضربه. يا اخي طب ليش عم بتعاملونا هيك؟ يمكن شوي اسلوبنا نحن كملحدين عم نكون نحن عم نفوت دغري بصلب الموضوع، يعني بتقعد هيك بتقول له محمدك كذاب، المسيح كذاب، طب تعال ولا واحد هيك كمان بده ينفر عليك. فقلت انا يمكن انه لا، يعني هون يعني مش معقول انه هذا الشخص هون وعم بيخزق قران او عم بكذا. فلقيت انه لا، انه في عالم في منه حتى يعني هون بالوطن العربي. اطلع هلا انا معك، هو هذا يعني انه خلص، يعني خلصنا من هذا انه لا، ما نحن موجودين، يعني او هذه المؤسسه الدينيه او اللي بدك تسميها. انا هلا عم بطلع تقول لهم لا، انه انا موجود، انا ماني مهمش او انا ماني ضال. ليك انه بيستعملوا لك كلمه ضالين، يعني مثل نحن انه عقلنا صغير ومش فاهمين شيء وحرام او جماعه ضالين. لا يا اخي، ما انت انسان كذاب، انت انسان قاعد انت طول، يعني ما عندك شغله وعمله بحياتك غير بس عم بتكذب على العالم. يعني المأساة انه اللي بيعتبروهم ضالين واللي بيعتبروهم عقلهم لا يستوعب، يعني هم من آمنوا او فهموا العلم، ما نقول آمنوا اصلا، ما هي مسألة ايمان، يعني فهموا العلم كيف يعمل العلم. يعني ما بتلاقي يعني مش مثقف او حتى مش قريان، ما يعني ما معقول واحد كثير جاهل يجي يقول لك انا ملحد. قالوا ليش؟ بقول لك خلص خيي انا ملحد. طب ما ليش؟ يعني مستحيل ما يقول لك ليش، مستحيل ما يقول لك انا يعني اقل شيء يمكن قري كتابين ثلاثه، او اقل شيء يكون عنده خلفيه علميه وخلفيه ثقافيه، انه تتخوله انه حتى يفكر يوصل لمرحله انه يقول انه ما في الله. فهمت علي؟ انه هذا اكيد اريان، هذا فهمت يعني انه مستحيل تلاقي انسان بسمونا نحن شو؟ ضالين، يعني عقلنا صغير، حرام،
بيشفقوا علينا، بخش يقول لك يا ابني شو يا ابني يعني امن، يعني طب شو بالقوه بدي امن؟ شيء تامن كيف؟ وهلا بتقعد يعني بتقعد مع اخواننا، بتقعد مع عالم فهمان شوي بالدين، يوم اخر شيء بتوصل لمرحله لا هو بده يقتنع، يعني لا هو بده ينكر ولا انا بدي اقتنع، شو بقول لك؟ بقول لك خيي بكره الا ما يصير معك شيء، وانا بقول له كمان ذات الشيء، بكره الا ما يصير معك شيء وتنصدم بشيء وتقول انه انت عايش كثير بكذبه، يعني 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 اخرت الحوار بيكون شوي رايق، يعني ما بتفوت بهذا، بس في عندك عالم مثل ما كنا عم نحكي انه بيجيبوا الشخص انه هذا ملحد انت الكافر، بصيروا طبقوا كل الشريعه عليه، هو هذا الزلمه حيد بالعالم كله، بس ليش؟ لانه طلع فكر شوي، طلع بنتيجه هي انه انا عايش بكذبه كثير كبيره، كذبه يعني ما عليه، يعني يعني اي شخص بيقرا تاريخ بيقرا شيء، لا علوم ولا طب ولا ولا، يقرا تاريخ انه شو هذا كذب. طاني كيف بتشوف المستقبل اللي خلينا نقول الشباب الموجودين على النت، انا وانت وهالقنوات اليوتيوبيه فيسبوك، هل هالتيار الحادي خلينا نقول او التيار التنويري هذا برايك في المستقبل القريب يعني 5 سنين 10 سنين اخرى، برايك لوين متوجه؟ شو وجهته؟ شو كيف شايف الوضع انت؟ انا برايي تيكون اي قنوات بدون اي شيء، لا انا ولا انت ولا اي شخص، اللي جاي او اللي بعده او اللي بعده، ماكسيموم 30 40 50 سنه، هو لحاله رح يوصل لقناعه انه يعني حتى لك يمكن عندك عالم مش قبلان الدين بس خيي مش قادرين يطلعوا من الله، ما عندي مشكلة معهم، أنا كملحد ما عندي مشكلة معهم، أنا المشكلة بتطبيق الدين أو هون أو اليهودية أو شو ما كان، تطبيق الدين أنا مشكلتي، أنا ليش طلعت منه؟ هذا التطبيق اللي هو وجع لي راسي. هلا أنت بتجتهد أكثر، بتشوف يا خيي في الله ما في الله، أنت بتقتنع ما بتقتنع، هذا شيء شخصي أنا بالنسبة لي، بس هذا هلا الشيء هلا اللي نحن عم نعمله أو اللي أنت عم تعمله أو هالمجموعة الكبيرة عم تعمله، هو لازم يتضاعف أكثر، بعد يتضاعف لسبب واحد بس، لما بقى نشوف دم الأطفال عم بتموت بسبب الدين، لما بقى نشوف هذا الجهل. يعني أنا كنت عم بحضر اليوم فيديو عم تتصل بالشيخ بهذا شهر رمضان، بيجيبوا لك شيخ بعدو ساعة التلفزيون بتصلوا فيه العالم، هل يجوز أنا إذا عملت هيك أنا بفضل، طيب اذا عملت هيك انا بصوم وشو بيجوز؟ وحده عم تساله عم بتحمم فاتت المي مدري وين يعني بالمؤخره يعني، فعم بتقول له انا بفطر ولا لا؟ فجاب لها نص طويل عريض على المؤخره بالمي برمضان تفطر ولا لا؟ يا زلمه نحن بقرن ال 21 يا اخي، ما حدا فهمه هذا وين عايش؟ للاسف الشديد يعني هلا حتى يعني شوف تخريف لوين وصل، هن بدهم يخرفوا العصر معهم، يعني حتى سووا جامعات تقبل رساله ماجستير عن الضغط، يعني فتصور يعني. فانا هذا اللي عم بقول لك اياه، نحن يعني انت عم تعمله او اي شخص عم يعمله، هو لازم يتضاعف اكثر بعد اكثر، لازم تعملوا آلية بعد ليوصل الصوت أكثر، توصل الفكرة أكثر، بس لسبب إنه نوقف هيدا العنف، يعني في عنف قتل والذبح، في عنف أنت بتواجهه كل يوم، في عنف فكري، في عنف شخص مسلط، يعني شخص هو رأيه خلص هو الصايب، مش عم تحكي غلط بس ما في، يعني هذا المجتمع هو حميه، فإذا ما نورت المجتمع يا خي هذا الشخص كذاب، هذا الشخص من خلاله ومن خلال كذا، بس لازم يكون في بعد جهد اكثر، وهذا الجهد لازم يعني يمكن بده يطول شوي، يكون لا خليه يطول بس يصير
يعني انا مع انا مع بس يمكن الطريقه شوي مستفزه ما بعرف. يعني هو بصراحه التيار هذا او الحركه هي التنويريه هي حركه جديده وحركه يعني مثل ما بقولوا حاليا عم تحاول تجمع بعضها حتى تبرز في هيئه معينه او شيء معين. يعني اظن السنوات القادمه يعني 4-5-10 سنين اخرى راح نشوف هيئات وراح نشوف يعني خصوصا المسلمين السابقين او ملحدين whatever اسمهم، يعني الناس اللي خارجين من الشرق الاوسط من الدين اي كان طبعا، وهو راح يكون الملحدين يعني باسم الملحدين ولكن اسماء راح تختلف، بس اكيد في ال15 سنوات القادمه اكيد راح نشوف هيئات تمثلنا وممكن تساعد وتجمع هالناس هاي، لانه مثل ما بنقول العقل صدقني نحن بنكون عم نعمل خطوه، مو نحن ملحدين وكفار بس نحن عم نعمل خطوه بنكون انه عم نخفف يعني عم نخفف هذا المنظر اللي عم نشوفه كل يوم. يعني شوف هلا وصلوا للفلبين اليوم مثلا انه ذبحوا عالم طالعه من شغله ذبحوهم، ما اذا حضرتها ولا لا او طيب هذا المنظر بدنا نبطل نشوفه. بيجي بقول لك هاي بالفلبين، طب ما هذا جاي من وراء فكر ديني. هلا هيين شوي يمكن طلعوا من هذا يعني طلعت من هذه الامور شوي طلعت منها، يعني بطل في دم وكذب وعارف شو، بس بعده الفكر مختصبك يعني ما في الا هالكلمه انه خا وبدنا نختصبك خلص بهذا الفكر. فهمت علي كيف؟ طيب في عندنا سؤال من نزار عم بيقول: تحياتي للضيف الشجاع، لدي سؤال عن تدين المسيحيين في لبنان، هل المسيحية في لبنان دين أم ثقافة؟ قابلت بعض المسيحيين في لبنان، يبدو الأمر أنه كثقافة أكثر ما هو دين، على عكس مسيحي مصر مثلا. هذا كنا عم نحكي فيه قبل، أنه بتلاقي مثلا ببعض المجتمعات بمصر بتلاقي المسيحيين بمصر ملتزمين كثير بالكنيسة، بصير معهم مرجوعهم هي الكنيسة، بتلاقي ما في خلافات بيناتهم إلا أشياء بسيطة. بتلاقي بسوريا كمان ليش؟ لأنه هم يمكن أقليات شوي، بس لبنان يوم لبنان من قبل الحرب يعني من قبل 75 كان اسمه سويسرا الشرق، منفتح على كل شيء. الشعب بحد ذاته اليومية أكثر ما أخذته الأمور يعني مثلا تجي بتقول له بتفضل انت الاحد تروح على القداس او على البحر، بقول لك لا بحر. مثلا في مثلا انه صلاه، انا حتى اروح على الكنيسه اصلي بعيد الناس، بقول لك لا انا بروح بسهر بمطعم خير فرفش، عايش هذه الحياه. ثقافه فيك تاخذها يعني بمعنى مش 100% انه هو اخذها ثقافه، بس بتضل عنده شغله بس تقرب عليه كثير بيعمل هيك يعني بصير بده اياك. بتقرب على هذا لا فرق بين عجمي وعربي الا بالمخبصه والمخلوطه، يعني كلها عقليه واحده، كلها ثقافه واحده. ثقافه المتدين كان مسيحي ولا كان مسلم هي ثقافه متعصبه لفكره، لانه الفكره هاي اصلا ما عنده دليل عليها ان كان مسلم وان كان مسيحي، فما بالنهايه ما بتلاقي غير التعصب، يعني اجباري بده يدافع عن ايمانه بالتعصب. صح، ما كرمال هيك المؤمن تلاقيه هو شجاع اكثر من المؤمن، المؤمن عم بيامن خوفا. هو عم بيامن خوف، هو طيب مثلا جون انا بدي اعطيك مثلا، هلا انا ما بشرب ابدا الكول. بقعد مثلا طب معقول ما بتشرب الكول؟ ليه ما بتشرب الكول؟ يعني ضروري يكون طب ما انت ملحد، انت ما بتعرف لا الله ولا شيء. طب يا خي انا ما بشرب يعني انا ما بحبه،
فبت يعني مش يعني اذا كنت ملحد يعني لازم روح تشرب يعني اللي هو شو بيمنعك؟ طب هلا انت ما بتشرب لانه الدين مانعك يعني خوفة من يعني انت. طب انت شو رايك طوني، شو رايك باللي بخلط بين الاخلاق والدين انه الدين هو مصدر الاخلاق؟ يعني هالنقطه انت كيف بتشوف اللي بيقول لك الدين هو مصدر الاخلاق؟ لا يعني هو العكس تماما، هو الاخلاق من قبل الدين، من قبل فكره وجود الدين. يعني الاخلاق هي 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 ببدء الانسان الاولي. يعني هذا الانسان الاولي لما كان بقبائل او او مجتمعات صغيره، طب كان مجبور انه هو يخاف على الانسان اللي حده، او بده يحمي هذا الانسان من شي حيوان، او بده يتعاطف معه لسبب ما تضل هويته، حتى ما يعني كما يجي حدا غريب يعتدي عليه يعني، او لازم يكون صادق مع كذا، او لازم يكون يخاف على هذا. يعني ما هي شو انسانيتك لحالها، انسانيتك لحالها 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 بغض النظر هي كفيله انه انت تكون يعني المقيم من الاخلاق، الا هذه الحالات الشاذه. والحالات الشاذه بتلاقيها وين ما كان، بالمجتمع المتدين ولا بالمجتمع الملحد ولا بالمجتمع اللي ما مش فرقانه معه حدا، الشاذ شاذ. يعني هذا الشيء انه ما فيك تعممه، عمم يعني بتلاقي واحد كتير متدين بس في عنده امور عم يعملها شاذة، يمكن حرامي، يمكن بيسرق، يمكن يغتصب، يمكن مش عارفني شو بيعمل. بالمقابل انه بتلاقي في انسان ملحد هو صادق، هو منيح، هو بيعمل خير، هو يعني في امور بيعملها بالحياة احسن ما يكون بيعملها المؤمن. المؤمن بيعملها اوقات خوفة لانه هو هيك، يعني هو ثانيته هيك فرض عليه انه يعني اسالك سؤال راح السؤال من بالي. على كل حال، على كل السؤال هو شو هي الشخصيه اللي اثرت عليك على ايمانك، او الكتاب مثلا اللي قريته اثر على ايمانك، الفكره الرئيسيه اللي بدات فيها الشك، خلينا نقول اذا في كتب مثلا، كتاب معين، اسم كاتب معين، شخصيه معينه اثرت فيك حتى يعني غير الايمان، يعني بمراحل الالحاد او الاقتناع بالالحاد. لا لا لا، هو ما في كتاب معين، هي كانت الفكرة بحد ذاتها، الفكرة المسيحية. يعني الفكرة كانت بحد ذاتها، أنا ما كانت فاتي براسي، مشان هيك طلعت المسيحية. قلت أنا بشوف الإسلام، لقيت أنه لا، أنه ما يعني في مصب واحد اللي هو الله. فهي الفكرة المسيحية اللي كانت أنه أنا هاد تركيبة مش فاتي كلها براسي، مجيء المسيح وكيف بعث المسيح وكيف صار الاب وابن روح القدس وكيف حبلت فيه وكيف ما ليش مات. اخر شيء اكتشفت انه هذا الانسان كله ما اجى على بعضه. يعني ما يعني انا بعرف اذا بعرف انا قراءة انه وصلني لمرحله انه الشخصيه بحد ذاتها كلها مش موجوده. يعني ما المسيح بعث على الارض، هلا ما بعرف انا يعني انا وصلت لهون بعرف اذا هيدي مزبوطه ولا لا، بس انا يعني انه قريت كل شيء حوالي الشخصيه، قريت انه مذكوره بس يعني في اناجيل معينه اللي هن بيطلعوا لهم تقريبا 30 انجيل او 27 انجيل، فهو كلهم بيحكوا عن شخصيه. يعني ما في دليل، ما في اثبات يا عمي. يعني اليوم يعني بأثناء كانوا الرومان يعني كانوا جماعة كتير منضبطين، يعني جماعة إذا واحد إذا جندي انقتل كانوا يكتبوا يعني في برئية وهذا انقتل، أو في مين يكتب إنه صار هيك صار هيك. هاي الشخصية لازم تعمل مجلدات إنه ابن الله وتجسد ونزل، لازم يعملوا له مجلدات. ما في شيء مذكور عندهم أبدا، ما فيش إلا عندنا بس مذكورين. يعني حتى مش انه مثلا انه هيرودس كان وقتها هيرودس اصلا ما كان، يعني من جابوا لي هيرودس حطوا لي اياه بالانجيل ما بعرف. يعني
هلا اذا بدنا نحكي بالتفاصيل انه بياخذ معنى او يعني يمكن انت فهمهم او اي شخص ملحد هو فهم انا يمكن شو عم بقول، لانه اكيد هو انه اطلع عليهم والا ما بيكون وصل لقناعه انه هاي الشخصيه هي زيك. خلينا نروح على سؤال اخر، انت هلا كملحد كيف ترى الحياه؟ الحياه اللي عايشينها نحن كيف تشوف؟ انا باي منظور؟ كثير لا 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 للناس اللي بيكونوا حوالي او الشباب اللي بيشتغلوا معي او كذا، انا ببسط لهم اياها، يمكن ما بعرف اذا رح تطلع يمكن الناس بي، بس انا بقول لهم شغله، بقول لهم اليوم انتم اذا ببيتك جبت سوري على التعبير جبت كيس زباله وحطيته بنص الاوضه تبعيتك، بتلاقيه على الكيس بقول لي دبان وبرغش، بقول له هذا الدبان وبرغش هو نتيجه شو؟ بالنتيجه هذا الكيس الزباله، بقول له نحن هيك وجودنا، انا مقتنع تماما فيها الفكره، هو وجودنا هو نتيجه هذا، يعني هذا الكون، هذه الارض محلها قرب الشمس قرب القمر، ولدت هذا، ولدت هذه فينا نقول الفيروس او شو بسموها يعني ولدت الماي والماي والى اخره حتى البكتيريا، وتكونت مع علم التطور توصلنا نحن، واخر شيء نحن حنفنى والارض رح تفوت بالشمس والشمس رح تفوت بغير مجره وانتهى، يعني انتهت القصه، ما في يمكن بعد 5 مليار سنه يمكن هو 4 مليار يمكن يعني حسب العلماء انه بتنتهي الارض، يمكن بعد 5 مليار بالكون انه حتى يثبت على وجودنا، حتى على المجره تبعتنا ما في، يعني ما في حدا انه حيجي يقول انه هون كان في مجره، لا لا بعد 5 مليار سنه اكيد مجره موجوده والشمس راح تكون موجوده، ولكن الشمس راح تكون مطفيه يعني على كل حال. يعني لا قصدي انه ما راح تلاقي حدا يذكر شيء ابدا، يعني خلاص التاريخ البشري اذا 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 البشر اذا البشر يعني اذا البشر ما طلعوا من كوكب الارض وهاجروا الى مجموعه شمسيه اخرى بكل تأكيد بعد 5 مليار سنه لن يبقى للبشريه اي اثر، يعني ولن يعني اذا حدا عدى من جنب كوكب المجموعه الشمسيه يعني في ذاك الوقت ما راح يحس انه كان في شيء اسمه حضاره ولا في شيء كان كائنات عايشه او حياه يعني على اساس يعني هذه نحن نتيجه شيء، يعني اذا بدك تبسطها بكل نحن نتيجه يعني حتى الزمان اللي نحن فيه لو كنا من 3 مليار او 4 مليار سنه ما كنا نحن، لانه كان غير حركة، بس انه نحن نتيجه ورايحين وعمرنا قصير كثير بالنسبه لهذه الحياه، يعني انا بعد مش اخذ حقي او انت مش اخذ حقك، نحن سنعيش يمكن فتره اطول بعد، بس ان شاء الله مع العلم بكره اكيد انا بتخيل انه عمر الانسان بعد رح يطول اكثر من هيك، لانه كان بالزمان كان منتصف العمر هو 30 40، هذا كان منتصف العمر قبل الطب وقبل كذا، فنحن عم نتطور واكيد يمكن لقدام عمر البشريه حتتطور والى ما لا نهايه، هذه النهايه يمكن لا انا ولا انت ولا حدا بعد بكل تاكيد. لا تستغرب اذا الانسانيه يعني اذا عقلت مثلا وكانت عاقله اكثر من الوقت الحالي اكيد راح تكون عاقله اكثر من الوقت الحالي، يعني لا تستغرب الانسان يصل لمرحله الخلود. على كل حال انا بس بدي ارحب بكل الاصدقاء المتواجدين معنا، طبعا بدايه من تحشيش المبدع وماريا مستر، مين معنا كمان؟ وائل، اهلا وسهلا فيك وائل، أرلوند أخونا بالحكم، وكل الأصدقاء أجنو أو كل الأصدقاء المتواجدين ورحب بكم. أنا أتمنى منكم أصدقائي طرح الأسئلة حتى يعني نقدر نتناقش ومستر بلاك أهلا وسهلا فيك كمان مستر بلاك. طبعا مثل ما بتعرفوا انا بدي اسالك سؤال توني، يعني بصراحه انا هي القناه الخامسه اظن للجهر بالالحاد او اجهر
يعني يسكرون لنا اياها، وهي القناه عمرها 10 ايام صار تقريبا. يعني برايك سياسه تكميم الافواه هل ستنجح يعني مع الاخوه اللي يحاولوا جهدهم انه يسكروا القنوات؟ خصوصي انا يعني قناه الجهر صارت تسكر عده مرات، وللاسف الشديد يعني هن ما وصلوا لمرحله انه يقتنعوا انه نحن ما راح نوقف، يعني بيسكروا مليون قناه. يعني على مر التاريخ، على مر التاريخ حاربوا النوعيه اللي هي بسموها مثلنا، وكانوا كثير مفكرين يعني ابن سينا وفي ابن الرشد، يعني انه اكثر من هيك يعني هاو جماعه كانوا كثير وحاربوهم وعذبوهم، وكمان حتى المسيحيين حتى بالقرون الوسطى والقرون الثاني حتى لهلا. فهذا دليل نحن يعني، وفي جيل ثاني كمان راح يطلع كمان، نحن عم ننطق بالحق، نحن عم ننطق فعل الخير. يعني هندي مش عم بيعرفوا، نحن عم نقول عم نتبع، نحن عم نقول لا للعنف، لا للقتل، لا لل يعني لا للتخريف، لا هندي عم بيقولوا نعم للقتل، نعم للعنف، نعم للترهيب، نعم. فهمت؟ طب الحق هو بده، يعني الحق هو بده يربح. بعدين نحن مع يعني معركتنا هن صار لهم 2000 سنه، يعني 2000 سنه يعني مثل الحرب، هن عملوا تحصيناتهم وعملوا الملاجئ تبعيتهم وحصنوا حالهم منيح وعملوا الستاير تبعيتهم، يعني صار لهم 2000 سنه، نحن هلا بلشنا. انا مقتنع تماما انا وانت ما راح نحصل، يعني انا وانت ما راح نوصل لمحل نلاقي انه هذا الدين اختفى او خف، او الجيل اللي جاي راح تحس فيه. وبرجع بقول لك انا يعني انا شخصيا انا كطوني انا كملحد انا شو بدي منهم؟ انا بدي يا اخي ما تطبق يعني هذا الدين اللي انت معتبره دين الهي الا ما تطبقوا علي، يعني هذا التطبيق الغيه غيره عمال نقله، يعني جرب عمال شيء انه ما تخليني انصدم معك وانت تنصدم معي. ما انا يعني شفت لك شيء ملحد، يعني انا بعد ما شفت حدا عبد المؤمن انا بصير هاجمه. يعني مثلا هلا انا اذا بمشي يعني انه عادي، مثلا اذا الدنيا رمضان وانت ماشي عم تاكل عادي، لانه مثل ما يعني فيك تعتبره شوي منفتح. بس انه تنفترض اذا بمصر او بالسعوديه او مدري وين، انا ما بدي صوم، بدي اكل خي انا جوعان. وصل لمرحله وانا امشي بالشارع هيداك ما يتعاطى معي، بس ما بدي شيء. هو ان شاء الله يا خي يروح يفوت بالحيط يعبد ما بيعبد اللي بده اياه يعمله. بس مهم انا عم بحكي كهون كالمنطقه شرق اوسط، عم بحكي برا طلعوا منا اصلا هذه القصه. يعني انت هلا برا اذا بتعلقها وانت كاتب عليها انا اكره الله، يمكن ما حدا بيطلع فيك، ما حدا له معك، حتى انك انت تحكي ما فيك. فهون في اضطهاد كثير قوي. يعني انا او الجماعه يلي مثلي البلدان عايشين بانه مش قادرين يحكوا، مش قادرين يعبروا حتى. بدي اسالك الوضع عندكم هلا، انت عايش بلبنان وطبعا عايش في قلب الشرق الاوسط، كيف بتقيم الوضع بين الطوائف المتناحره حاليا في الشرق الاوسط عموما، يعني من العراق لسوريا للبنان لمصر لليبيا، كل هالبلدان هي، كيف بتقيم الوضع؟ كيف شايفه انت؟ كيف ديني؟ كله تحت شعار اسمه خلاف ديني والله، وهن غلط ونحن الصح، وهن الصح ونحن الغلط. انا بلبنان برجع بقول لك بلبنان شوي غير، يعني بتحس انه ما بيقولوا لبعض، يعني السني مش طايق الشيعي بس ما بقول له انا مش طايقك. هذا الفرق هون بلبنان. بسوريا او بغير مطرح بدهم عم بيحاربوا بعض،
عم بيعتلوا بقى يعني لو بصلوا شقفوا بعض ما بيقولوا لا. طب هذا شو سببه؟ هو الدين. طيب شو الحال تبعه؟ هن مش فاهمين الدين صح. طب ما خي ما في واحد بيصير داعش الا ما يفهم الدين صح. يعني هذا بتسموه انتم المعتدل، هذا المعتدل هذا ما انتم بالنسبه لكم هو كافر. طب انا بالنسبه لي هو معتدل ما عندي مشكله، بس شو ضمنني انا يرجع هو يقرا يفوت بالدين؟ طب انا شو ضمنني؟ فهذه فكره الدين هي اللي عامله اصلا كل الحروب اللي صارت، انه الله اللي عطيه السلطه والله اللي عطيه كارت بلانش وقال له روح جزر ما انا بكافئك فوق بالجنه، لازم يطلع منه. هذا التنوير. يعني هذا اللي انت عم تعمله لاي شخص عن جد بحب الانسانيه يعمله. بقول يعني يمكن انا صوتي ما يودي، بس يمكن ينضم لصوت ثاني، يمكن ينضم لاي شخص ثاني. يعني انا بدعي اي شخص خيي لو عنده حتى شك يقول انا عندي شك ما يخاف. هو هذا صراع نفسي، يعني بعيش بينه وبين نفسه، وبصير بده حقود وبصير بده ينتقم. يعني الفكر الديني عم ينبنى دم شيء. وهذا الصراع كله يعني عم بقول لك اذا ما بتشوفهم ما بيحبوا بعض، بس ما بيقولوا لبعض. هون انا عم بحكي هون بلبنان، هون كالشارع السني، هون السني شيعي، في عندهم مصالح تجارية مع بعض. يمكن بتلاقي واحد فات اشترى من عند هذا، واحد راح استأجر عند هذا واحد، بس ضمنيا ما بيحبوا بعض. يعني واحد يعني كل واحد ناطر الثاني بس تغمض عيونه تشكه. والمسيح عايش بانه المسيح بحبنا وانتهى الموضوع، والله خلص هيك عايش. والمسيح بحبنا وانا بحبه وانتهى الموضوع. هذا المسيح هيك بتحسه اهبل هيك وماشي. انا المسيح معي لك خي. طيب ما روح بالمسيح معك، بس انت شو عم تقول؟ لا خلص انا المسيح معك. يعني يا حريشا على العيشه. على كل حال في طب في سؤال اظن من الاخ مستع عم بيقول اخي جان ضيفك يشبه الممثل عادل كرم وكمان نفس صوته اكيد يقرب له. ما بعرف ليش كله بشبهوني بعادل كرم، مع انه انا ما بحبه لعادل كرم ابدا يعني، بس انه ايه بشبهوني لانه شوي ما بعرف هو اذا صوتي هو مين عادل كرم. بصراحه انا ما بعرفه لعادل كرم، هو مين ده؟ عادل كرم هو مقدم برامج كوميدي وبيمثل. اذا بدك تحضر له شيء بنصحك تفوت تحط شيء اسمه بوب وفرانكي وقعد وتضحك عليهم. يعني اي الاسم مضبوط، بوب وفرانكي. عادل كرم هو من الشخصيات الحلوه والشخصيات البارزه، هذا صار بالتلفزيون وعم بقدم كثير برامج حلوه. حضر له شيء هيك حلو. طيب انا راح احاول اشوف عادل كرم بتاعنا. على كل حال في ريتشارد داكوينز عم يسألك، وبصراحة أنت أجبت على السؤال هذا. يا ريت ريتشارد داكوينز تابع من البداية. يعني الأخ طوني شرح بما فيه الكفاية سبب إلحاده، فهو عم يسأل ما سبب إلحادك يا أخي طوني. طبعا الحلقة كلها شرح فيها سبب الحاده، ويا ريت تتابع الحلقه من البدايه راح تعرف سبب الحاد، لانه كمان راح اذا بده يرجع يعيد فبدنا حلقتين اخريتين. يعني على كل حال نزار، الاخ نزار عم بيقول الا يعتقد الضيف الكريم ان انفتاح لبنان النسبي هو غير حقيقي وهو نار تحت الرماد؟ مصر على سبيل المثال شاهدنا اكثر من ملحد يخرج علنا على التلفاز لينتقد محمد في حين لم نشاهد ذلك في لبنان. عم بقول لك لبنان بلد كل واحد عايش حياته اللي هو بده اياها، بس ما تقرب، يعني ما تقرب علينا، يعني ما تقرب تقول له انت غلط. بمجرد ما تقول له انت غلط دغري يعني. ليه؟ طبيعه الشعب اللبناني، الشعب اللبناني
بحب المرح، بحب السهر، بحب الضحك، بحب كذا، بس مستحيل ما تلاقي مثلا كل واحد حامل فرد، حامل كذا، حامل كذا، يعني بس تتعرض لامور كثير شخصيه، مش شخصيه يعني مثلا عائليه، لا بدينه، بعقيدته، بكذا، بتلاقي دغري هما الكلمتين ممكن يقتلك، ايه ممكن يقتلك، وهذه صارت كثير، ممكن يضايقك، ايه ممكن يضايقك. ونحن مش عم نحكي عن افراد هون، نحن عم نحكي عن 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 شيء كثير، يعني عن هي كبيره الى حجمها بالبلد، في تيارات كمان ثانيه كمان الى حجمها بالبلد، في تيار هيدولي كمان ما بيناسبهم يطلع على التلفزيون. يعني انا بذكر في عندنا مقدم برامج اسمه طوني خليفي، طوني خليفي عمل 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 حلقتين وكانوا قصار كثير على الملحدين، وما عاد يعني ما عاد كرر هذه التجربه، مع انه هو بيقول انه في اعداد كبيره عم بتلح علي اقدم حلقه عن الالحاد، هو مش عم يطلع، فاكيد هذا ضغط. على كل حال يعني اظن ولا غيرهم يعني هم راح يستسلموا يوم الايام لمساله الحل الحاد ينفجر في وجههم من شاء ومن ابو. يعني الاعلام العربي هلا حاول قدر الامكان انه يتجاهل هالموضوع هذا، وما عم بيقدر يتجاهل اصلا. يعني لو هم بايدهم، انا بتفاجئ بمصر، يعني مصر مجتمع كثير اسلامي، مجتمع متدين جدا، عم بتفاجئ انا انه بمصر صار في افواه كثير عم تطلع، وعم تطلع على التلفزيونات، صار عندها الجرأة انه عم تحكي هذا الشيء نحن ما كنا نشوفه من خمس سنين ولا ورا، ما كنا نشوف هذا المنظر ابدا بمصر. فهلا هذا الشيء بيشجع، يعني بيشجع الشخص حتى اذا ما طلع بينه وبين حاله. اي شخص ملحد هو انسان مسالم، ما بده شيء، لا غايته شيء، ولا بده يعيش يا اخي، بده يعيش بامان بس، لانه طب يعني على المؤمن هو حياته مش هون، بالعكس يعني يعني اذا قتل هون هو بالنسبه له طالع على الجنه، بناسبه هو يقتل، او بناسبه هو يضطهد، او بناسبه هو واحد يا اخي ما له علاقه بهو كله، يعني مسالم، يعني انسان عايش انسانيته، وهذا الملحد بكل، لانه كافر ولانه زنديق ولانه انا ما بشوف حالي هيك مثلا، بيطلعوا فيني شوفوني انه انا اللي بدي اخرب الدين المسيحي، او انا هل اسلامي، ما انتم اساسا مبنيين على باطل، ما انتم وهم عايشين، يعني انتم لو ما عايشين بهذا الوهم ما بتعملوا كل هذا، يعني ما بتعملوا كل هالعنف حتى انتم تضلكم مسيطرين. الفرق بينه وبينه هن بالقوه، ونحن نحن لا، نحن بال انه منك شيء، يعني انا بقول لرجل الدين ما بدي منك شيء، تجي راسي خرافات ما بقى. هو المشكلة إذا ما حشى براسك خرافات لن يرزق، يعني رزقه كله واقف على الخرافات. على كل حال في عنا سؤال أظن من الأخ موسى، عم بيقول مساء الخير جان، يا ريت تسأل طوني عن إمكانية الزواج المدني في لبنان، أو كيف يتزوج الملحد في لبنان. ما في بده يطلع زواج المدني، طالبوا في كثير عالم وعملوا مظاهرات وطلعت الامور انه على التلفزيونات، حتى ما قبلوا، يعني قبلوا بده يضطر يطلع الواحد يا على تركيا يا اي بلد قريب مثل قبرص، يتجوز مدني وبيجوا بيثبتوا له اياه، بيطلع ولا برا بيعملوا جواز مدني، بيجيبوا الورقه بيجوا على لبنان، يمكن ببعض البلدان الثانيه العربيه ما بيثبتوا له اياه، مثل سوريا مثل مصر ما بيثبتوا له زواج المدني. هيدي عملوها انه لبنان بلد انه طلع جوز برا بس نحن بنثبت لك اياه، اما تتجوز جواز مدني بلبنان ممنوع. بالضبط. انا على كل حال انا ب 2008 تزوجت في بيروت، يعني انا تزوجت في بيروت واضطريت اروح
على هي الطائفة السنية، وحط جيب ورقة على أساس أنه أنا مسلم سني يعني. فحتى قبل الزواج وقبلوها في محكمة لبنانية للأسف الشديد. يعني أنا اضطريت أقعد مقابل شيخ ويبتبت علي الكلمات التافهة هاي حتى يقبل الزواج، وراحوا تأكدوا أنه أنا مسلم سني. يعني حتى قبلوني مشولي وراقي، أنا كله في سبيل أقدمها للسفارة، ولا ما كان همني شيء يعني. كل حاجة يعني حتى نحن الآن نحكي لبنان شوي منفتح وكذا، حتى بهيك أمور بتخص الدينية بيبقى لا في 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 حواجز، يعني في خط إنه ما فيك يعني ما فيك تتخطى هذا الخطوط. ناخذ سؤال آخر. صياد الفوائد عم بيقول يا ريت تسأل ضيفك كيف التمييز الطائفي بين المسيحيين والمسلمين في لبنان؟ تنويع التمييز الطائفي، شو كيف التمييز الطائفي في بين المسيحيين والمسلمين في لبنان؟ ظاهريا مثل السمن على العسل، قالوا اذا يعني اذا بتاخذ المسيحي بتقول له شو رايك بالمسلم، يعني مش شايفه اصلا للمسلم. يعني هو المسيحي عنده هذا الشعور انه من الالاف الى الياء، بعدين هن هدول ما خصوا. يعني هو مش قريان، نحن بنحكي هلا بالمفهوم الديني، مفهوم الشخصي او الاجتماعيات يمكن شوي غير. بمفهوم الديني المسيحي مش شايف المسلم، ما بيعتبره هو لا صاحب كتاب ولا رسول ولا شيء، والمسلم بيشوف المسيحي انه ها جماعه كفار وكذا. اجتماعيا مع بعضهم، وين ما رحت بالمطاعم بالشارع على البحر بالسهرات بالجامعات، وين ما رحت بتشوفهم كلهم مع بعضهم، بس كل مين لفئه لا حزب لا 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 يعني 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 كل احزاب لبنان هي احزاب دينيه تم لهذا الحزب، فهمت علي كيف؟ هيدا بيكره هيدا من جواته، بيكرهه هيدا بيكره هيدا. والحرب الاهليه كانت هو اول، يعني هي الشاهد على انا عم بقوله حرب الاهليه، مش انه هن حبوا بعض. لا. وهلا في انتخابات اجلوها 4 سنين كرمال امور طائفيه، انه هذا النايب فهمت علي يعني طائف بلد راكب على 18 طائفه هون بلبنان. يا سيدي على فكره انا يعني انا طبعا ماني غريب على لبنان، زرت عده مرات، ولبنان دائما اخبار عنا نحن كسوريين. يعني لبنان نموذج للطائفيه البحت يعني مثل ما بقول بالشكل مضمون، بس الظاهر لا، الظاهر بتلاقيهم انه بيروحوا بيجوا وعايشين ومتعايشين بالجامعات وبالما بعرف وين وبالكله هذا كله تمام، بس كل واحد في عنده هذه النعرة انا وبس، هذا غلط هذا كافر هذا مين احسن شيء بيقول مين هاو او اخر العالم. يعني عندهم هيدي الطائفيه الغام يعني مش طائفيه، الدين بحد ذاته الله بحد ذاته يعني مبني على كذب باطل. عشان نقدر نرد على كل الرسائل او الاسئله، في سؤال من نزار كمان عم بيقول هل يعتقد أن الفرق بين إجرام المسيحية والإسلام في لبنان تحديدا هو فرق بالشكل فقط، بمعنى المسلم يقتلك بالساطور ويأكل مجدر على جثتك، في حين أن المسيحيين يقتلك ويأكلك بالشوكة والسكين؟ يعني بلبنان لما بدها توصل يعني ما في مثل واحد عم بياكل الثاني، في مثلا في عندك تيار مسيحي قوي عندك تيار اسلامي قوي، لا هيدا قادر يسيطر على هيدا ولا هيدا قادر يسيطر على هيدا،
لا بالسطور ولا بالشوكة بالسكينة ولا حتى بالكلام. اثنين هن فاهمين اللعبة، هذا يعني رمز الديني او الرمز الطائفي، فاهم هذا منيح وهذا فاهم هذا منيح. اي متى بياكلوا بعضهم؟ اذا يعني اذا وقعت الفتنه او بسموه الحرب يلي ابدا من 75 15 16 سنه، حرب طاحنه، ياخذوا الواحد بس لانه اسمه احمد او اسمه يوسف او اسمه جون او اسمه طوني، بس بغض النظر هو شو يعني، منيح انسان منيح مش منيح، رجل دين ما رجل دين، لا بمجرد بس. هلا ظاهريا ما حدا عم بياكل الثاني لانه هن الثاني قوية، او اثنين عارفين نتيجه الخطوره اذا وقعوا فيها دمر البلد. هذا اللي موقف لبنان يعني، هذا يعني داقوا اللوعه يعني ما بقى يعدوها بهالمفهوم، ما بقى يعدوها. بعدين الجيل اللي عم بيطلع يعني بتحس هذا الجيل اللي عم بيطلع انه مش مصدق بقى هدول رجال الدين او يلي بيحكي بالمسيحيين او يلي بيحكي بالاسلام، مش مصدقين انه عايشين حياتهم. بس لما بتوصل القصه للامور كثير شخصيه بتلاقي لا كل واحد اخذ موقف، بس صراع يعني ما في ارض خصبه للصراع. يعني بسوريا شفنا كيف دغري دغري ولعت، لانه في ارض خصبه، في افكار فجره، في افكار مش قادره بقى يعني مش قادر تطلع من هالقوقعة الدين اللي هي عايشة فيه. بلبنان شوي شوي انه بقول لك شو بدي فيه يعني اقل شيء ممكن اقول لك بخلي شو بدي فيه، يعني يمكن يتركك بحال سبيلك. طيب اشكرك اخوي. خليني اخذ سؤال. تفضل. لا خلصت انا. طيب خلينا ناخذ سؤال اخير. تفضل. خلينا ناخذ سؤال اخير واصدقائي، يعني الحلقه وصلت الى نهايتها. في تسمعني؟ جون؟ ريتشارد داكوينز عم بيقول: هل المسيحية عبارة عن خرافات مثل الإسلام؟ يعني هن اثنان يعني وجهان لعملة واحدة، يعني هذا يعني إذا كان الإسلام خرافة، لأنه هن اثنان بينتموا آخر شيء لشيء اسمه إله واحد، اللي هو هذا الإله الواحد اللي هو مش مفهوم له شو دوره، يعني مش مفهوم هذه الفكرة، انه هذا الاله ليش وجد هذا الكون كله، شو الغاية منه، يعني شو السبب منه، طلعنا لعنده، طلعنا كلنا منيح وعدنا عنده فوق، ايه بعدين يعني هو شو استفاد؟ بقول لك هو ما بده شيء. طب ما دام ما بده شيء لا عمل هيك
يعني اجوبه يعني اخر شيء انا اضطريت اقول له لهذا الشخص القريب منا يعني الدين كثير مهم انه يعني طب اخر شيء انه يعني هذا الاله هو شو بده بالضبط؟ بقول لك هو حبك خلقك. طيب وطلعت انا لعنده شو استفاد شو الافاده؟ جوابات مثل هو تبع اولاد الصغار يعني عقلك ما راح يستوعب هيدي الفكره. طيب ليه بدي طب انا تامن كيف بدي استوعب؟ اللي بدك تختبر. طب انا شو بدي اختبر؟ اللي بدك تختبر يعني الايمان بالله. اخي ما انا اصلا ما مش مصدقه يعني ليش بدك يعني ليش بدك تلزمني بالايمان؟ يعني بيحوروا بيدوروا بيجوا على كلمه الايمان يعني لازم انت تسلم عقلك وممنوع تفكر وبدك توضع يعني حيط هيك انه بلوك اسود قدامك وبس وبدك تمشي مثل ما هن بيقولوا لك مش مثل ما الله بيقول لك. لا هن بيمثلوا الله على الارض هن اخذين السر الالهي يعني يعني كل خوري كل مطران كل رجل دين مسيحي هو باعتقاده انه الله عطيه السلطه الالهيه يلي هو الروح القدس يلي هو بجوزك بالروح القدس. طيب وين هو الروح القدس؟ ايه يعني بيحول لك خبزه يعني 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 بستحي بعد انا انه احكي فيهم لانه طلعت منهم انه خبزه وشويه تنبيد صاروا دم وصاروا لحم وصاروا جسد ولقوا واضرب من هيك جون انه انت وعم تاكل خبزه لازم تحس انه هذا جسد يعني مش لازم تاكل انه كانه خبزه يعني خبزه عادي تروح انت على الفرن بتجيبها. لا لازم انت وعم تاكلها تحس انه هذا الجسد نازل فيك لازم تحس هذا الشعور. اذا المسيحيين حولوا الخبزه لجسد المسلمين حولوا الخرى لمامونيه حيش السامعين يعني صراحه وطعمه. على كل حال انا اشكرك اخوي توني جزيل الشكر على الحلقه الرائعه وطبعا انتظار تكون معنا في حلقات اخرى واشكر كل الاصدقاء طبعا اللي تابعونا. توني كلمه اخيره بتحب تقولها في الحلقه تفضل. انا بدي اتشكرك وبتمنى انه كمان نضل هيك وتتوسعوا اكثر يكون في نطاق يعني اوسع يعني توصلوا اكثر للناس وحتى ومش الناس يمكن في بعض العالم يمكن شوي انه معهم تليفونات او شوي بيعرفوا على الانترنت بس في شريحه كبيره بعد من العالم ما بتعرف شيء اسمه التكنولوجيا بعدها يمكن بمجال تلفزيون او راديو او كذا. لازم كمان يكون في مجال لهو الشريحه من العالم الكثير يلي هو لازم يعرفوا طب ما يضلوا عايشين بهذا بهذا شو بسموها يعني هذا القمع الفكري اللي هن عايشين فيه. فلازم يكون في هذا التطور بعد اكثر واكثر ويا ريت يعني يا ريت يكون في بهالاربع خمس سنين قناه فضائيه او اذاعه او شيء من هالنوع تتوصل يعني تتوصل الفكره لهو العالم كله بس مش مطلوب منهم يطلعوا يقولوا انا الحدث. المطلوب انه يفكروا بمجرد ما انسان يفكر بيوصل لهذا الخلاص النفسي او الصراع كل انسان. كل تأكيد توني انا اشكرك جزيل الشكر وطبعا الايام القادمه هي افضل لانه نحن زمن العقل زمن العلم زمن التكنولوجيا والخرافات هي مهما طالت ما راح تقدر تقاوم العلم والتكنولوجيا مهما يعني الخرافة تبقى خرافة الوهم يبقى وهما والواقع العملي يفرض نفسه غصب عني وعن كل خرافة وعن كل شيء. توني أنا أشكرك جزيل الشكر حبيبي. أنا بشكرك صديقي وأشكركم أصدقائي على المتابعة وطبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي بدنا دعمكم للقناة حتى نقوى كمان أكثر وأكثر أفضل من أولي وأشكركم جزيل الشكر وألقاكم غدا في حلقة خاصة عن هل كل مسلم بالضرورة يكون داعشي. أتمنى أن أشوفكم بكرة وأوقات سعيدة مثل ما أقول. إلى اللقاء أصدقائي إلى اللقاء.